لح يا هي لني يا هي لح لح يا هي لني يا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا هي لح لح يا هي لني يا هي لح لح يا هي لني جهز شوف اللعبة بدها صف حروف فكر دور جهز شوف اللعبة بدها صف حروف يا هي لله لله يا هي لني يا هي لله لله يا هي لني وتشيل السير من البير بدها تعلى بدها تطير وتشيل السير من البير يا هي لله لله يا هي لني يا هي لله لله يا هي لني يا لله لله كسب القمح ونسي الشعير لا له خمير ولا له فطير كسب القمح ونسي الشعير يا هي لله لله يا هي لني يا هي لله لله يا هي لني يا هي لله يا لله يا لله يا لله يا لله يا لله السكان جاي خصوصي حتى يقابلك. يو ار لاكي مان، حظك حلو مستر شفيق. هلو مدام. هلو مستر. هلا جاي مخصوص مشان يقابلني الي؟ بليز سيت داون. ترجمي لنا بالله. تفضلوا عدوا اذا بتريدوا. سيد شفيق، هي تكليف من هيئة الأمم المتحدة مشان تلقي خطاب باسم سكان الأرض بالمؤتمر الدولي للسكان. ممكن تترجمينا؟ تكليف من هيئة الأمم المتحدة مشان تلقي خطاب باسم سكان الأرض. أنا
بدي ألقي كلمة باسم سكان الأرض ومؤتمر دولي؟ أكيد في غلط. نو سيد شفيق، نو ما في غلط، عزك حلو. أمم متحدة عنده رغبة هذه السنة منشان تسمع أصوات ناس، من أفواه ناس، من غير ممثلين. نحن عملنا قرعة بكمبيوتر، حظك حلو، كمبيوتر اختارت أنت. اختارك أنت؟ بس يا سيد أنا. أنت مواطن من سكان عالم ومن حقك احكي شو ما بدك احكي بهذا مؤتمر. والمؤتمر بده ينعقد بعد أسبوع، والسيد جون مكلف إنه يبلغك بالمهمة، وأنا اتكلفت إني أكون سكرتيرتك أو مستشارتك لحتى يحين موعد المؤتمر. عفواً، يعني عيدونا من الأول. لحظة شوي، قبل ما نعيد من الأول، شو يعني هي مستشارة أو سكرتيرة؟ يعني ما فهمت. حظيك حلو مستر شفيق، مدام تبعي أنت ظريف وأنت ظريفة كمان. بلا ظريف بلا خريف بلا خفيف، الله يخليك، أنا منى أصلي بلاوي. يس بلاوي، أنت لازم احكي عن بلاوي. في مصايب. يس مصايب، أنت لازم احكي عن مصايب. مريضة. يس مريضة، أنت لازم احكي عن مريضة. شفيق بليز خدي كتب دراسات عن 5 كرات بالأرقام، اكريها شفيق اكريها مش نعرف شو بدك هاكي. طيب يعني انتو طالما عندكم يعني كتب ودراسات وارقام، شو بدك بالهاكي تبعي؟ هلا كل هالشغلة عبادها، فيها مصاري ولا فيها مصاري؟ يس مصاري، لازم احكي عن مصاري. نحن ما بدنا نحكي عن مصاري، نحن بدنا ناخد مصاري. ما فهمت شي، ساعة هي تعيد وتفضل وتفسر مشان افهم؟ نون وجع العين، ما كنت افهم شيء. الا حبيبة قلبي هاي الشغلة ما بدها. والله شو ايمان خانو، يعني انت حضرتك اللي فهمتي؟ هلا انت بتسمع بالامم المتحدة ولا لا؟ لك هي فهمتها يا زكية، بس اللي بعدها بدهن شفيق يحكي كلمة يقلن فيها الناس شو محتاجة. وهي كمان فهمتها يا زكية، بس ليش شفيق بالذات من دون كل الخلايا؟ هي اللي ما فهمتها. اي حظه هيك؟ ما في حظه، اكيد في حدا بيقرب ودبر له اياها. اي بس الشغله ما فيها مصاري حبيبتي. ولك حتى لو ما فيها مصاري بس فيها بروزه برستيج، شوفت حال. هو من جهه فيها فيها، اذا نظيره شايفه حالها من دون الامم المتحده بقى كيف مع الامم المتحده؟ ما هو لانه في مخلوقه بالنص الشغله مو كثير عجبتني. أنا لازم أكون سكرتيرتك ومستشارتك، قحصة. اعتبري على الكمبيوتر، ما اختارك. وهي مختارة الكمبيوتر، هن حطوها. أنت بتعرفي كم شهادة معها؟ إذا هيك أنا عندي 11 شهادة، شهادة ميلاد، وشهادة حسن سلوك، وفقر حال، وقحل الحصبة، وشهادة ابتدائية وقبل الحضانة، وعد إذا فيك تعد، مشان هيك بتقلي الأرقة بدي إياها، بدي مرتي 6 نظيرة. طيب خلص طولي بالك، إن شاء الله بصير خير. شو يعني؟ طيب يا شفيق. شوف سيد شفيق، بعد 5 أيام بدك تكون على منبر عظيم، بدك تخاطب أعلى وأرفع مؤسسة بالعالم قدام أهم ممثلين لدول العالم، والأمم المتحدة غنية عن التعريف، بس لازم أول شيء وأهم شيء إنك تشيد فيها وبدورها بالعالم. هلأ بدك يعني عرف الأمم المتحدة على الناس ولا عرف الناس على الأمم المتحدة؟ هاي ما بتلغي هاي، لأنه ضروري تشيد فيها. لا عفوا، أنا ما بطبل وبزمر لحدا أبداً، هيك الله خلقني، وخصوصي لهذا مجلس الأمن، قلبي مليان منه. يا أخي الأمم المتحدة منظمة مستقلة، محايدة، ليش عم تعتبروها طرف بكل شيء؟ بعدين كل الدول إلا تمثيل فيها. إذا كان هيك ليش عم تعلميني شو بدي أحكي؟ لأنه بدي إياك تفهم إنه الخطابة مو تهريج وحكي بلا طعمة. أنت اللي ما عم تفهمي علي، أنا رجال بالقطع طاير، الأمم المتحدة حابة تغير طعمة تمها. عم جابت الكمبيوتر كبسة زر مشان تجيب واحد من الشارع مثلي يحكي عن الناس ويشوف شو بدها، بس انك انت تلزقي فيني وتمشيني على كيفك لا، هي فيها إنا. المستر جون قال لك احكي اللي بدك اياه، بس في طريقه لازم تعرفها حتى تحكي فيها، وهذا سبب وجودي معك. لا هي شغلتي وانا حر فيها، ما دخلك، ان شاء الله فوت لعندهم مغني لهم لنعيم حمدي. انا مهمتي امنعك من الغلط. شو نعيم حمدي؟ ما نعيم حمدي مو انا حر باللي بدي استشيره؟ خلاص انا فصلتك، بدي عين مستشارة جديدة. مين؟ انت. ها
هولك عيني رب الخلقك محلاك عيني. ايه هيك بدي اياك من الاول. اصلا كان لازم ينزل اسمي بالكمبيوتر جنب اسمك شافيك ومدامته الانسه نظيره بس بالانجليزي. نعم انت قل لي شو بدك تقلين وانا بقول لك ولا يهمك. ايه انا بس بدي اعرف شو بدي احكي. ايه اسهل شغله عندي ولا يهمك. شوف تقعد هيك باحترام تنفش جناحاتك وريشاتك وبتطلع فيهن هيك وبتقلي ايتها الجماهير المحتشتي ليديز اند جنتلمان. مين اجا؟ ليديز اند جنتلمان احفظها بس ارجع كمل لك ما تروح. مرحبا مدام نازرة. مستر موجود؟ مستر موجود بس انت شو جابك؟ كيف شو جابني؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا مستر جون. تفضل تفضل تفضل. انا زعلان منك مستر شفيق. لا لا شفيق ما بيزعلك ابدا ابدا ابدا. امم متحده اي مسز وفاء مشان تساعدك. كعمي انتو مو بدكم حدا. تفضلوا تفضلوا. تفضلي تفضلي. انتو مو بدكم حدا يحكي عن الناس؟ يس اوف كورس اوف كورس. وانا عم لك اوف كورس. انا عندي زوجتي بتحكي عن الكره الارضيه كله كله طمن بالك. اوه مستر شفيق اذا انت عامل فريق عمل نو بروبليم بس وفاء لازم موجود. لازم 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 نزيرة وفاء لازم يكون موجود. شو بيعمل؟ بيقول يس ولا وي؟ لك لحظة وقفوا شوي. وين أخديني هلا؟ لعند السكان. ما بدك تشوفيهم؟ لك ما بدك معلومات عن السكان. سياحة شعبية. تفضلي. لك لوين رايحين فهموني؟ لك انت تعي بس تعي تعي. ما بقي وقت. بقي 5 أيام وكله محسوب على الدقيقة. هلأ جولة بساعة واحدة بس بتعرفي كل شيء. ما بيصير هيك. لازم تنظم معلوماتك. انت تعي بس تعي تعي تعي. عفوا ليش ما سكرت الباب؟ هلأ بيبردوا السكان. نحن تلفزيون الأمم المتحدة وبدنا نسألك سؤال كتير مهم. شو مو عاجبك من البرامج غير الأخبار؟ لحظة طولي بالك يا نظيرة. مو هيك أخي. بتسمع بالمؤتمر تبع السكان اللي بتساوي الأمم المتحدة؟ لا والله. عال معناتها أنت بتطلب. أنت اللي بده إياك. بدنا إياك تقلنا هلأ شو بتحتاج نحكي لك بالمؤتمر اللي ما بتعرفوه. لأ ما شبعتوا حكي. امشي يا أبي امشي. شو؟ على فكرة قد ما حكيتوا ما حدا حيصدقكم. شو؟ شو هي محمد صرت تقنع؟ توقف تكفل لك تكفل لك لك حكي لك. لك مو قصده علينا نظيرة. مو قصده علينا. قصده على اللي بيعملوا مؤتمرات. منيح قلت لك. كنت رح تقول قتلي. شفيقة نظير هذا غلط. لا مو غلط. واحد واقف ضد الأمم المتحدة. بدك ايانا نسكته؟ خلي الشعوب تفلت يعني تنجلق؟ انت خليكي لحقتينا وبتندمي وبتقولي نظيرة قالت. كمان يعطيك العافية يا اختي. نحنا من الأمم المتحدة. بتسلم عليكي مرت الأمين العام وبتقلك إذا حابة تحكي شيء بخصوص المؤتمر العالمي للسكان اللي عم تساويه الأمم المتحدة. المتحدة بس تشوفنا منشوفها. ملينا من الحكي. اسمعني شحال. طالما في سكان عاديين وسكان مو عاديين بقى شو بدهم بهالشغلة؟ دخلك مليون مؤتمر راح ومليون مؤتمر جاي. شو جايينا منه؟ خايف اذا حكيتوا يلي بدنا نقوله يتهموكم بالارهاب. بلا مؤتمر بلا بطيخ. سكتونا بالاول. لك روح عمي روح روح. بتعرفوا قديش عم يكبوا مصاري على كل مؤتمر وما في نتيجة؟ يا ريت يردوا نصهم على هالناس المعترة. شفيق ما بيصير هيك. لازم اجتمع انا وانت هلا بمكتبي فورا. نعم نعم انا وانت. شو قصدك؟ ولا ما عاد فيك تسمعي شو ما يقولوا العالم؟ نظيرة طولي بالك طولي بالك لنشوف. ابدا ما في شوف وما في وقت. انا هلا برفع تقريري غيروا فيه القرعة لعدم كفاءتك وعدم تعاونك. شو عدم كفاءتي هاي؟ طيب خلص خلص انت روح معه وانا رح كمل مهمتي الوطنية وجيب لك معلومات مزبوطة لحد عندك على البيت. هذا كله ما بيفيدك. هي معلومات شوارق. انت بدك ارقام بدك عناوين كبيره وصغيره. حسبي الله ونعم الوكيل. ليش الشارع مين في غير الناس اللي عاملين المؤتمر مشانهم؟ ليك نحن
بدنا نحكي علم مو أمزجة. والله أنا هيك طبعي، عجبك أهلا وسهلا، ما عجبك حاسب الكمبيوتر تبعك ولا ايش اختارني. هدي حالك هدي حالك. أنا هادي. لا مانك هادي مانك هادي، عود عود. شو بديك يا شفيق يا شفيق؟ الأمم المتحدة سلطتها إلى حدود. هلا وقت بدكم بتصير سلطتها محدودة، وقت ما بدكم بتصير سلطتها ما لحدود. لك شو فكرني كوفي أنان؟ أنا موظفة حتى ساعدك، بعدين وين سلطتها إلى حدود ووين سلطتها ما لحدود؟ احكي حتى جاوبك. على أساس سؤال معجز يعني؟ ليش في حدا ما بيعرف بالدنيا كلها؟ لك يا عيني، مثل ما عندكم أطفال مشردة، في بكل العالم أطفال مشردة، بأمريكا بفرنسا ببريطانيا، ومثل ما عندكم شباب ما عم تلاقي شغل، في بكل العالم شباب ما عم تلاقي شغل. لشو عاملين المؤتمر لكان؟ مشان نحكي هالشي. طالما بتعرفوا ليش عم تحكوا؟ شفتي كيف الناس اللي بالشارع معها حق؟ رجعنا للشارع؟ ليش مو الشارع؟ يا سيدي الناس اللي بالشارع معها حق، بس بدي اياك تفهم شغله، لما بتقضوا وقتكم بلعب طاولة الزهر وطق الحنك لا تعتبوا على العالم كيف عم يتطور. شغلة سهلة كل مشكلة تقول وراها أمريكا ولا كذا ولا كذا. ما في أسهل من إنه الإنسان يرمي مشاكله على غيره بدل ما يعالجها. إذا واحدكم تفركش بحجر بالأرض بيقول القدر والله، مع إنه الله سبحانه وتعالى أعطانا عيون لنطص فيهم. بالله شو؟ وشو حكت كمان؟ هذا كل شيء. إلا ترد علي قحصة. تعال قلك. تعال شوف شو عملت. تفضل يا سيدي. جبت لك معلومات غير شكل دلعالة ومو قالت لك بالأرقام. عدي بيطلع رقم كتير كبير. لك قال هذا كله حكي شوارع. لا زوديتها كتير. ها قال حكي شوارع. قال شوف شو في عندي هوني. هذا واحد ما يسأل ليش قرارات الأمم المتحدة ما تتنفذ على العرب وأبي سرجوا ينفذوها على إسرائيل. إلهي مولاي هدى للمسكورة. وواحد تاني ما يقول نظيرة أنا عكتر ما سمعت أخبار راسي حيفلع. ممتاز اكتبها حتى تحكيها بكره بالامم المتحده وتقلي انا كان راسي راح يطق طق من الشيء اللي شفته واللي سمعته. كيسي هالفكره معك؟ فكرة يعني ما بعرف إذا بتوافقيني عليها. قولي شو هي بس بسرعة. طالما في ناس جاية إلها طلبات وحابة إنه توصل هالطلبات للمؤتمر، فشو رأيك ناخد على الطلب 100 ليرة؟ معلومك قديش في ناس بتحب إنه يوصل صوتها لهيك مؤتمر. شهادة الحكي، بدك يقولوا عن جوزي إنه ما ينصب على الأمم المتحدة؟ ولا بدك يقولوا عن الأمم المتحدة إنه ما تنصب على العالم؟ اعتذر لشو؟ بعتذر. على كل الأحوال سجلي أسامي الحضور احتياط وحسبي 500 على الطلب. خطي بلكن نقدر نساعد هالفقرة. ايه انا جاهزة تفضلوا كلي اذان صاغي. يا ست اذا بتريدي بيتأخر جوزك لحتى يجي، عندي وصلة متيني ما بدي يتأخر عليها. ليش حضرتك يعني بلا صغرة شو بتشتغلي؟ يو ما عرفتيني انا الرقاصة الهلوبة. وشو طلباتك من المؤتمر؟ ما شاء الله يخزي العين. بدي يتواسطوا لي أقدم نمرة افتتاح المؤتمر وكمان يعملوا منظمة لحقوق الرقاصين بالعالم. إيه نحنا كتير عم تنهضم حقوقنا، مو أحسن ما يعملوا منظمة لحقوق الطفل؟ إيه الطفل بعلكة أو مصاصة بيرضى. علمي أنتو بهزة خصر وحدة بتحلوا نفاس البلد. سجلي لخسرة بروس القائمة. شو اسمه؟ لهلوبي. أعوذ بالله هذا كفر. الرقص قال لعلمكم أنا العراف أبو نجنتين اللي متلبسه جان أو عفريت أنا بطالع له يا أنا بداوي العليل وبفك السحر. ما اختلفنا بس شو طلباتك يا مولانا؟ يعني الدكاترة عم يضربوا علينا، بقى أنا يعني بشوف إنه تساولنا نقابل العرافين والعالم اللي ما تضحكوا علي وتاخدوا مصرياتها. شو منقلي؟ على علمي كنتوا تشتغلوا بهالكار وبعدين تبنى ولا مو شايفنا تبنى؟ لك وين جاي بيع المي بحارة السقايين؟ سجلي اسمه بقفاها أبو نجمتين. لحظة أنا بحب الحشيش كتير 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 والكيف. أنتوا أخوات كيف شيء؟ أنا إذا سجلت اسمي عندكم تعملوا لي منظمة ميم عين لام
يعني المنظمة العالمية للحشيش. شحاري ويلي أنا، شو رأيك؟ أنا بعلمي إنه المنظمة العالمية موجودة أساساً وحاكمة العالم. سمعت؟ مثل ما قالت لك، دور علي منيح بتلاقيها أقرب لإلك من حبل الوريد. بعدين الناس بلا حشيشي نايمة ما عم تفيق. العمى، العمى في عيونه العمى. هذا الفعيل سعره بدل 500 يخليه 3000 ورقة. كله هذا فرطة، لا تردي عليهم. أنا باسم المثقفين أولئك الملتزمين بالأيديولوجيات والأفكار العظمى أطالب بإغلاق المحطات الفضائية. إيه لا فض فوك ولا تربت يداك. لا يا أخي لا، مو كل أصابيعك مثل بعضها. الناس من حقها تغير طعم التمة ولو. لحظة، ستوب. لحظة يا جماعة، نحن مشان نكون عمليين لازم نحكي بالأرقام. شو معنات الحكي؟ معناتها كل واحد فيكم عنده طلبات بيكتبها على ورقة وبيحط عليها رقم. يعني انت رقمك 1، انت رقمك 2، انت رقمك 3، انت رقمك 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا. حركوا. لحظة بس، احنا ما بدنا نلغي المحطات الفضائية، بدنا محطات فضائية تحط لنا البريك وبس. المشاهدين، نحن الآن في منزل السيد شفيق المكلف من قبل هيئة الأمم المتحدة للتكلم باسم سكان الأرض في مؤتمرها الخاص بالسكان. كما تلاحظون هناك جمهرة تحاوره ويحاورها لينقل بأمانة ما أوكل إليه، فلنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السكان الذين سكنوا والذين لم يسكنوا والذين ينتظرون الجمعيات السكنية حتى تسكنهن، خذوا مسكنات واسكنوا شوي واسمعوني. طيبة شفيق، طيبة شفيق. لحظة لحظة لحظة، مثل ما بدكن راح يصير صدقوني، بس بدي اياكم تساعدوني. اكتبوا تقارير. شو تكتبوا؟ تقارير. تقارير، بس تقارير عن حالكم مو على حالكم وعلى بعضكم. فلنبطل هذه العادة. Oh my god. What is this? مثل ما لك شايف. نو وفاء نو، انت لازم تفهمي شو يعمل. هيك غلط غلط. عم قله غلط، ما عم يفهم علي. اقترح تغيير اسم شفيق. نو مستر جون، انا بوعدك انه رح يصلح. نو وفاء، هيك ناس ما بيصلح. مفكر حاله بده يعمل ثوره وزمن ريفولوشن فينيش. نحن بزمن ارقام، ارقام. سيد شفيق، شو أهم المواضيع اللي رح تطرحها بالمؤتمر؟ والله الحقيقة يعني صعب الواحد يحدد أهمية المواضيع اللي بيطرحها، لأنه كل المواضيع مهمة. هي أولا. ثانيا، كل شيء بالأرقام. بدك تحكي عن الجوع؟ طبعا. عن المرض؟ بدو يحكي. والحروب؟ بدو يحارب، قصدي بدو يحكي ويقول لكل العالم انه حروبكم صارت مكشوفة واسبابها معروفة. خلي الناس تعيش بأمان وتنزل على الدبكي وتاكل تبولي. والاقتصاد؟ ايه بدو يحكي. ممكن تعرفينا بحضرتك؟ انا جارته، انا اللي بعلمه كل شي بيقوله، مشان هيك انا مستشارته. بتصدقي يا انسي بتاتا،
انا المستشاره وبس، والباقي كله خس. بس يا نظيره مو انا اللي عم بقول لكم من الافكار والمواضيع. انا سالت سؤال زيك يعني من بالي. هلا شافوا وقعد قاعد مع سميره. بس خلص لك عيب، عيب لك، عيب لك حديثنا عم يترجم على الفضائيات على الهواء. نحن شبكوا رجال. مين انت سيد شفيق؟ نحن بسرنا كثير انه حضرتك قدرت تقابلنا. طبعا انت والسيده مدام نظيره منعرفك على حالنا، نحن ممثلين للمجموعه الاقتصاديه اللي تعتبر جزء هام جدا من السكان وتدخل في صميم حياتهم الاقتصاديه. نحن اجينا لعندكم لحتى نبثكم بعض من لواعجنا ونشكي لكم همومنا وشجوننا. طبعا اكيد انت هلا متفاجئ وعم تقول شو ممكن يكون عندنا شجون، بايدك حق، بس بالحقيقه في بالعالم مؤسسات اقتصاديه كبيره عم تحميها دولها، وهي الدول عم تفرض شروطها على السوق. بالمقابل في مؤسسات اقتصاديه وليده او انشئت حديثا ما في دول عم تحميها. مع الزمن صارت الدول، عفوا المؤسسات اللي عم تحميها دولها، صارت دول بحد ذاتها وصارت تفرض شروطها على السوق وتبلع السوق العالمي كله. فهمتي شيء؟ لا. ونحن سجلنا لكم بعض الملاحظات لحتى تراجعوا على هدوء وتوصلكم فكرتنا. وصلت. شو هاد؟ علمي علمي. ثانك يو مستر شفيق. مرسي. شكرا. ولك كم هدية صارت جايتهم وبتقلي لي الشغلة ما فيها مصاري ما؟ مسيو مسيو اسكو بوبولي اسكو بوبولي مسيو شفيق اسكو بوبولي مسيو شفيق لبا سيل بوبلي سيل بوبلي لبا لبا شحالينا ولا هدية؟ لا ما في هدية، ده هيك سادة. احرامية سراقين وقفت اقلك بالبيت. عجبك هيك؟ لا ما عجبني، كيف بده يعجبني وراح نطلع بلوشي؟ إلك قلم وإلي قلم، شوفي أنا هاد. حضرتك عم تضيع وقت ومو مقدر شيء. أنا مو مقدر شيء؟ طبعاً. من امبارح وانا عم بترجى المستر جون ما يعمل تقرير ويبعته وبيسموه غير القرى ويجيبوا واحد غيرك. شحاري الحكي، ليش بقى؟ لانه انزعج من اللي طلع امبارح بالتلفزيون. هذا اسمه فوضى ومو لمصلحتك. ايه بس نحن ما عملنا شيء، التلفزيون اجى لوحده والعالم كلياتهم اجوا لوحدين، قمنا اعطيناهن ارقام. ولو كان هذا غلط. ايه بس بشرفك بوجدانك يعني هيك كيف كانت طلتي على التلفزيون؟ قمر بس غلط. وهلا مش الحال بس على شرط ما بتعمل شيء بدون رأي، لأنه المستر جون قال إنه هي آخر فرصة وأنا بعرف شو مصلحتك. بعدين ما بقي عنا غير يومين، شو عملت بهالفترة؟
كل الدول الكبيرة اجت لعندي دقت بابي وعطتني وراء ومعلومات كفت هيك دستت وراء. كويس هذا الصح. اجتهيت دولة عربية منها 22 دولة تدق بابي تقلي تعها مشكلة سكاننا هيك ولا هيك، ما في غير مجموعة اقتصادية واحدة وقطاع خاصها حكوا قدامي بس ما فهمت عليهم شيء. ما قلت لك لا تتهموا الدول الكبيرة الحريصة على سكانها واتهموا تقصيركم؟ لازم توصل لخطاب مدعم بالأرقام. لك يا أخي أرجوك فهم علي، أنا بدي أحكي بالمؤتمر، لذلك أعطيني أي معلومات أي أرقام استفيد منها. قدم طلب بالديوان وارجع بعد أسبوع. بس الطلب هيك بيضل شهور مو أسبوع. الله يخليك أنا ما معي غير يومين. الله يجيبك يا طولة البال. مي بدك تحل عني ولا لا؟ يعني ما في مجال؟ لا ما في مجال، شرفت على برا. ايه حط بايدك وبلا غلاظة، حط بايدك. شو عم تعمل؟ خواص شو عم تعمل؟ معالي عنده اجتماع، وإذا بدك تقابله لازم تقدم طلب لحتى يحدد لك موعد. يعني اجتماع مع مين؟ قصدي أنا ما عندي وقت. والله هي مشكلتك. أنت بس خبري إني أنا موجود، وهو بس يعرف الموضوع بفوتني لعنده رأسا. يا أخي صعب كتير بدون موعد. صعب. طيب هلا بصير مشكلة إذا دخلت لعنده هيك رأسا من باب للطاقة. شو عم تقول؟ فايت لعنده. طب تعال هون، شو قصتك انت هيك مجنون؟ تعال هون. نعم نعم. دخلك يا سيادة الوزير. شو؟ شو في؟ معالي الوزير ما قتلت له، غفلني وفات. اطلبي امن الوزارة فورا وخليش حطوا له برا بسرعة. حاضر. سيادة الوزير الله يخليك، انا قالوا لي انه عندك اجتماع بس قلت اكيد بهمك تعرف مين انا وليش جاي. انا اللي بدي احكي بمؤتمر الامم المتحده تبع السكان. قلت حضرتكم مو فاضيين تسالوا عني، انا اجيت اسال عنكم. بتعرف بس انا بدي منكم شويه معلومات لانه موظفينكم كلهم ما شاء الله ما حدا فضي يعطيني ولا معلومه. يلا اشحطوا له برا. لحظه اذا تريدوا، انا بس بدي اعرف قديش عدد السكان، الناس المرضانين المشردين الاطفال النسوان المدراء الوزراء، قديش عدد الناس اللي عم يتوفوا كل سنه. طيب لي كم سكرتيرة بدك؟ كم سيارة بدك؟ كم رجل أمن بدك؟ لي اتركوا. بدكم تحكوا عن هيك مشاكل؟ طبعا هيك قضايا بتهمنا كتير. سيادتكم بس المطلوب منكم تكتبوا لي على ورقة كم سيارة بدكم؟ كم سكرتيرة؟ كم رجل أمن؟ حتى زملائك الوزراء كمان قديش بدهم، بس يا ريت يكون هذا الشيء مفقط وبالأرقام. وين قال لي رايح على الوزارة جيب معلومات بس تأخر، ليش أبعرف؟ ما قال لك أي وزارة؟ شحاري شوفي في شيء؟ بكرة في اجتماع مصغر للجنة بدهم يسمعوا شفيق قبل المؤتمر. شو معنات هالحكي؟ يعني أبدو يحكي بالمؤتمر؟ بده يحكي بالمؤتمر بس بعد ما يحكي قدام اللجنة. ايه بسيطة، خوفتيني والله، افتكرت في شي شغلة مهمة. اطمني جوزي وبعرفه بيحكي عن بلد، بكرة رح تلاقي اللجنة انسطلت في سطل وبجوز يعينوه وزير بالأمم المتحدة، ما تستغربي. لكن من شي قليل أنا انسطلت فيه. ما هذا أنا اللي خايفة منه. شو هو؟ أهلا وسهلا فيك، منرحب فيك بقوش لأنا والشباب اللي شايفهم. شو تهمتك؟ I said to you لازم تغيير قرعه كولتينو. نو مستر جون، انا بعرف انه شفيق كويس. اوكي شفيق كويس وما في شفيق، شو فايده قرب بمؤتمر؟ هو راح على الوزاره يجيب معلومات واكيد راح لمكان تاني، لاني انا فهمته انه لازم يجيب ارقام. منشوف وفاء منشوف.
إن شاء الله عرب ياخد فرصة هذه مرة. But I want to tell you وفاء، لجنة مو سهل. It is very hard. يعني إذا قالوا نو يعني نو. ولا معلومة عطوك؟ يا رجل ولا هن هون. جيت والله جابك. المعلومات اللي بدك إياها عنا. معلومات بالأرقام إحصائيات هون بالحبس. السيد ميشيل خارج عن القانون، واللي رحى فيك باسمنا دكتور بالاقتصاد السياسي، وأنا اسمي محمد مجاز قانون دولي، والدكتور جميل باحث ومحاضر بعلم السكان، وخير ورشاد كانوا معيدين بالجامعة. هلأ كلكن علقانين مع وزراء مثلي؟ لا، نحن عاملين اشياء تانية. لا لا عن جد. تأخر كتير زيادة عن اللزوم. طولي بالك انت التانية، بجوز يكون التهى بشي مقابلة. لا انا قلبي ما يقول لي لا، ولما قلبي بيقول لي لا اكيد في مصيبة. طولي بالك. صوت الجرس تبعنا مو هيك؟ هلق بدك تقولي وينه، واذا ما بين انتوا المسؤولين عن غيابه. نحنا مثلك بدنا اياه وعم ندور عليه. بلا شو؟ وين عم تدوري عليه؟ عندي هون بالبيت. لكن وين بدك يعني يدور بالشوارع؟ نظيرة معها حق، انتو السبب، وانتو اللي لازم تعرفوا وينه، مو انتو يو ان؟ لازم تعرفوا الدبانة وين بتهدي. انا عم اقول يمكن شي عصابة خاطفته. شحاري هالحكي، بعيد الشر عنه. بعدين انت يا كوني فالغيرة روحي على بيتك. ها عم بتقلعيني؟ طيب منزح معك سميرة، وقفي الله يوفقك. بيهون عليك تركيني وانا بهالحالي. اي بيهون علي. الله يوفقك الله يوفقك، والله بخاف لحالي. أنا بقول لك، عدد الفقراء في العالم 800 مليون إنسان، وأكثر الأماكن فقر هي قارة أفريقيا رغم غناها. وتصور يا شفيق إنه بعض الدول بآسيا عم بيبيعوا أطفالهم للغرب بسبب الفقر. وأهم عوامل الفقر هي الحرب الأهلية اللي بتسبب عدم الاستقرار والتشرد والمرض والجهل، وهالحروب هاي أسبابها كلها تدخلات خارجية. أما بالنسبة للعرب فمشكلة السكان عندهم هي كالتالي. وهي كلها صياغ من قانون الأمم المتحدة اللي ما عم يتطبق بسبب تدخل الدول الكبيرة. مرة بيستخدموا الفيتو، مرة بيستخدموا هيك وهيك، وبتعرف أنت. يا حرق أخذ الفيتو، لعلى هالشغلة أنا صار بدي إنعاش مو مؤتمر. طلع الضو لهلق ما اجا. شحاري انا ليكون اللي حكيته سميرة مزبوط، وخيطة بتشي عصابي. لا 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 لا، شو ما تخرفي انت. لا يا الله، لا بعيد الشر. لكن ما بده يكون امريكا. افي غيرها لامريكا؟ بسيطة يا امريكا، بفرجيكي. أعتقد في شي دولة إلها علاقة باختفائه. ممكن جماعات تحب لفت نظر عالم أملة إرهاب. يعني ممكن شفيق يكون ضحية؟ ألو؟ تلفزيون؟ أنا بتهم أمريكا لأنه ورا كل شي ما يصير وكل شي بده يصير. فكري معي، كلكم فكروا معي، مين له مصلحة باختفاء شفيق قبل المؤتمر غير أمريكا؟ وشو مصلحة أمريكا؟ لأنه بده يقول الحقيقة، وبده يحكي عن كتير شغلات، وبده يفتح كتير ملفات. ملفات مثل شو؟ نحن فتحنا قلوبنا للعالم تنسمع همومة ووجعها. قامت الدول الكبيرة خافت على راسها يوجعها، وأنا بعيط لكل سكان الكرة الأرضية الشرف يوقفوا معنا ويقولوا بصوت واحد وينه شفيق؟ شفيق تقبرني كيفك حبيب قلبي، اشتقتن لك كتير. إذا كنت بتسمعني طمن بالك، لأنه بدي أقلب الدنيا كلها حتى لاقيك. ما تخاف، ما يعذبوك تقبرني، ما يطعموك. شحارة لك شحارة. بس أنتو يا سي آي اي حسابكن عندي عسير، وبتقولوا نظيرة قالت. وأنا بدي مجلس الأمن والفيتو تبعه أكيد استخدم الفيتو على شفيق لأنه بده يحكي.
نزيرة مجنون، شيز كريزي، اعمل مشاكل، عزو زفت. الصحافة اتدخلت. ماشي ماشي، رح نحاول نخفف. بالنسبة للمحطات الفضائية سيدي، نعم نعم سيدي، السفارات الأمريكية والروسية والفرنسية أصدرت بيانات عن عدم مسؤوليتها عن اختفاء شفيق. أمرك سيدي، نحن عم نتابع الموضوع. أعزائي المشاهدين، على ما يبدو قضية اختفاء السيد شفيق تتفاعل بسرعة، وهناك حركة اعتصام تترأسها زوجته السيدة نظيرة أمام مكاتب الأمم المتحدة كما تلاحظون. وأنا قلت ليش اختفى شفيق؟ لأنه صاحب قضية وبده يحكي عن الحق. بده يقول أنه في ناس جوعانة، بده يقول أنه في ناس مشردة، بده يقول أنه في ناس عمى حق دواء وفي بواخر دواء وأكل ما تتغرق بالبحر. بده يحكي عن السلاح الخرب الدنيا وقتل العالم. وأنا بتهم كل مين كان السبب باللي حكيته هلق بالبدو يحكي شفيق. وبدنا شفيق، بدنا شفيق، شفيق. ابقوا معنا وسنوافيكم بكل جديد. لازم نلاقي طريقة يطلع فيها شفيق من هون. طريق شو؟ ما في غير يهرب، وهذا مستحيل. طيب ليش ما نشوف الضابط المسؤول؟ لك صحيح، كيف ممكن نصل له هذا؟ سجير جديد، دورة بتنظيف الحمامات، تحرك يلا. مساعد تيسير، بلاها الحمامات هلا، شفيق لازم يقابل الضابط. رجعنا ورا، انت امشي يلا. يا سيدي ما راح يروح الحمامات، الرجال بده يروح المؤتمر. خلص ميشيل طول بالك. يا مساعد تيسير، سبق وشرحنا لك وضع شفيق ووضع المؤتمر، وانت بعظمة لسانك قلت الله يساعده. ما بدنا منك غير تشوف الضابط المسؤول وتقول له انه شفيق بده اياه بشغله شخصيه، وبده يحكي معه على انفراد. في كثير من دول قدمت طلبات ورشحت مواطنين من عندها مشان إلقاء كلمة بمؤتمر. شو بدنا نعمل؟ I don't know. إذا ما في شفيق ما بنقدر نعمل شيء. تصور وفاء، تصور عالم كله أحكي بهذا الموضوع وحكومات عربية nobody هكر. انتو هوني؟ إيه لكن؟ ما عملتم معي؟ اسمعوا لك جون، مو هيك ست نظيرة؟ هيك ونص؟ إذا ما بين جوزي يا نص نصيص يا جون تجعلك لك هالوش نظيف. وبتقول نظيرة قالت المستر جون ما قصر، بعدين أيام العالم كله مشان جوزك، عيب تحكي معه هيك وهو ضيف عنا. ضيف عيني وراسي، أنا فوخي من فوق. أما أنه يورد جوزي بشغلي مالو فيها، بالله بحسب الله بخلقه. شو مفكرين في ورا مرا؟ مدام نظيرة بليز، the matter is bigger than me and you. الشغلة صار الشغلة الدول، يعني انت حطيت امريكا بالنص، يعني حظك زفت. هي الحلتي حالة بالنص مو انا، بدي احشي من اخيرها بكل شيء. اذا بتسحبي لنا من اخيرها بنكون نحن بألف خير. بعدين تعال هون، وين الوزارة كان بده يجيب لنا معلومات؟ اه شو هي؟ انا وحدي. زين خليه يجي تشوف، احتمال يكون معاه شي مرض حساس وما يريد يحشي الا بيني وبينه. صرف. رضي قابله شرب. ما قلت لك قبل نيش ضبطت. تعونا شباب. الله معك. موفق ان شاء الله. الله معك. يا ولد انت قاعد تكذب. يا سيدي الله وكيلك، انا ما عم بكذب بشي. انت تدري شكون معنات انك تعتدي على سيارة وزير؟ سيدي هذا يعني فيك تعتبره مو اعتداء، يعني مثل تصحيح او صف. يا ولد هذا الموضوع اهدافه سياسية، اقل شيء بست شهور. ولي يستر عرضك، انا ما دخلني بالسياسة ولا بفهم فيها. سيدي انت اكثر واحد بتعرف ملفي. ملفك ولا اسوأ من هيك يشهي. سيدي مو على اساس نحن ما حينا اساسا، اذا بي خدمة اعمل لك اياها هي اني احولك على القضاء وبسرعة. سيدي بس المؤتمر الله يوفقك، بس طليق سراحي يومين وانا بوعدك بكتب لك تعهد اني برجع لحالي. ها وشكون رايك اعمل لك ورقة اجازة بيهم النوب؟ لا سيدي رجعني على السجن احسن لي، كتر الف خيرك. أنا يومياً بيبقى لعندي كذب وراجع، شو بدي أحفظ لأحفظ؟ شو شايفيني مختار حارة هون أنا؟ إذا حكيت معه بهالطريقة أكيد أكيد ما رح تنسى بحياتك. قل لي ليش؟ ليش؟ قل لي ليش؟ لأنه أكيد بيكون سبك هذا إذا ما مد إيده عليك وضربك. شفيق؟ بعينه، وينه؟ عم قلكم عنده اجتماع، شو ما بتفهموا؟ أفي مجال بدي خربط لك مجال. ليك بدي أحسن طولي بالك. شو؟ هلأ أحسدك يا أزفاف. بسرعة يلا بدي أشوف يلا بسرعة. عليك نزول يلا. روسيا اتهم أمريكا.
أمريكا بشفيق. أمريكا اتهم منظمات عربية إرهابية. فرنسا اتهم منظمات انفصاليين أفريقيا. بريطانيا اتهم جماعات أفغانستان وجابان اتهم دول آسيا. يونان اتهم تركيا. تركيا اتهم أكراد. أكراد اتهم تركيا. هندستان باكستان. باكستان هندستان عالم كله اتهم كله. وعرب عرب ما معه خبر. وأنا ما معه خبر وينك شفيق. بس أنا حاسس ذنب مشان شفيق ونظرة. شو عمل؟ قولي لي، احكي لي لي وفاء. أنا رح كذب إذا سمحت لي، وأعمل خطاب سلمه للجنة، وأقول إنه هذا الخطاب عمله شفيق وأعطاني إياه باعتباري سكرتيرته. نو وفاء نو، هذا ما بيرجع شفيق. بس هيك بنكون ردينا عليهم وفشلنا مخططهم. شهاري، يا شهاري وينك أراضيك شفيق؟ وفاء، شو يعني يا شهاري؟ جوزك لازم يعفن بالحبس. أول شي بده معلومات عن النواحي السلبية بالبلاد وعن حاجة السكان مشان يشوه سمعة البلد، بدل ما يحكي لهم عن حضارة جدودنا ويقول لهم من عنا طلعت الحضارة. نحن علمنا أوروبا والعالم، نحن دول تتمتع بالاستقرار وسياستنا منيعة وصفوف شعبنا متراصة خلف مؤتمرات القمم العربية، وحدودنا كمان منيعة، وعنا مواقع سياحية ومواقفنا محط إعجاب العالم. وبهذه المناسبة بحب أرفع برقية اعتزاز وتأييد. شكرا شكرا. وتاني شيء، اعتدى على أحسن موظف عندي وعلى مرافقتي وعلى سيارتي. بقى بدك واحد مشرشح مثله يحكي بمؤتمر؟ يلا اطلعي انت وياها أحسن ما تلحقوه. يلا الجهات العليا انها تتدخل وتحاكم كل المسؤولين القاعدين بمكاتبهم بدون مسؤوليه، وتسالن ليش هيك عملوا مع شفيق؟ ليش؟ شكرا ست نظيره. وين العدل وين العدل؟ اذن اعزائي المشاهدين، اصبح الان معلوما اين شفيق حسب تصريحات زوجته، ونحن بدورنا نتوجه بنفس السؤال الذي سالته السيده نظيره، وهو لماذا؟ سياده الوزير، بعد ساعه بدي استقالتك تكون على مكتبي. حاضر. نعم سيدي. حاضر سيدي. حاضر سيدي. عايش كون. الله معك. الله يخليك. ايه ما شاء الله. حبيبي شد لنا الهمة بالمؤتمر ها؟ على راسي على راسي. هي الأمانة يا عشوق. اسلموه. وهي كل شيء مكتوب هون. خليني يا شباب. لا الجاكيت خليه هون، خليه عندكم. مثل ما اتفقنا. ماشي. الله معك. شدنا الهمة بالمؤتمر عم شوق. وين جاكيتك يا ولد؟ تركته للذكرى، ما بتعرف قميصي اذا انهرى انتوا ما عندكم ممسحة، بجوز يحتاجوا. يلا بلا لقاسة، تحرك شغل. Thank you.
سادة أعضاء لجنة موكرة، نحن هنا اليوم لنستمع للسيد شفيق كمواطن من سكان الأرض، ثم نكرر ترشيحه لإلقاء كلمة في مؤتمر موسع للسكان الذي سيعقد يوم غد. اسمحوا لي أن أرحب به فليتفضل. Let me welcome him. لا اضحكوا معلش، اضحكوا خذوا راحتكم، اضحكوا. انا مبسوط بضحككم ومبسوط بشوفتكم، ومبسوط اكثر شيء بهالصدفه اللي رماني فيها الكمبيوتر لواجهت الحكي لحتى احكي عن الناس، كل الناس، لانه ما في حدا عنده عين زايده عن حدا ولا حدا عنده ايد او رجل زايده عن حدا، كلياتنا اولاد تسعه. بس ليش في تسعات غير تسعات؟ في ناس كثير بيسلموا عليكم وبيقولوا لكم اذا بدكم تمثلوهم اطلعوا برات التلفزيون والسيارات والمكاتب لحتى تشوفوهم منيح ويتاكدوا هنن انكم عم تمثلوهم عن حق وحقيق، يعني ما عم تتعرفوا عليهم بس بالصور. ها هاي ورقه بتقول انه في 8 مليون انسان عم بيعانوا من الجوع والفقر على الارض. طيب وين عم يروح الاكل؟ مين اللي مركب معده عم يهضم فيها اكل شعوب بحاله؟ مين؟ ولسه وينها؟ اسمعوا هاي ارقام عن ضحايا الحروب والمجاعات والجريمه والقهر والتكبر والتشرد والتطهير العرقي والامراض المستحدثه بالملايين. والامراض المستحدثه شو؟ ايدز، جمره خبيثه. والامراض المستحدثه مين اللي سواها؟ وخصوصي تبع الجمره الخبيثه هي اكيد لا انا ولا انتو، في حدا كبير هو اللي اخترعها ومجربها على كتير مخلوقات قبل ما يبلش يشوي فيها البشر شوي. لا في اثنين قياصره حكام مدري شو، مهم اخوه، واحد منهم اخترع مرض لا يقضي فيه على الثاني، اختراع ام الاولاني كشفه، اجوا مشان اثنين ما يتزاعلوا وحطوا الحق على اول عابر سبيل وعدموه. هلا اذا جمعنا هالملايين كلياتها قديش بيبقى من البشر؟ وعم تحكوا على السكان ومشاكل المجتمعات؟ لك يا جماعه المجاعة اصلا هي مجاعة حب، مجاعة حب، احموا لها الحب مو انتوا قوة، احموه، خلي الناس تحب بعضها لحتى يبطل حدا ياكل اكل الثاني، لحتى يبطل حدا ياكل الثاني. طيب هاي وثيقة كمان، دخل الفرد ببعض الدول من 2000 ل 3000 دولار بالشهر، وببعض الدول الثانية من 10 دولارات وسقفه 20 دولار، وفي دول ثالثة دخلها دخل الله. لك هلا انت مثلا انت حاسب قديش مكلفتك جايتك على المؤتمر؟ احسبها، ولا انت ولا انت ولا انت وكلاتكم احسبوها لحتى تعرفوا قديش راح تستفيدوا من هالجاي. انا ما بعرف قديش بكلف الصاروخ اللي حامل على راسه بطيخه نوويه، ولا قديش بتكلف تحريك حامل الطائرات من محيط لمحيط ومن خليج لخليج، وبالاخير تترجم الفواتير وبيدفعها الفقير. يا جماعه انتو ضوعتونا، فوتوا الدنيا ببعضها، خربطتونا خربطه، اي شيء بدكم اياه صح بتخربطوا الدنيا كلها لحتى تعملوه صح وهو بيكون غلط وما حدا بيسترجع يناقش او يعترض. خلطتوا الاسود بالابيض، طالعتوا قوانين ما انزل الله بها من سلطان، حبستوا شعوب ببلادها وما لها ذنب. لك انتو بدكم تدوروا على الحقيقه؟ لحظه انا شوفها، لحظه وصلنا للحقيقه. هي انا اللي اختارني زر الكمبيوتر راح اتمثل مخلوق موجود على الارض، كل يوم تعملوا له مؤتمرات عن جوعه وعن مشاكله وعم بتشبعوا بيانات وحكي ووراء وجرايد. انا هالانسان جاي لكم انه بهالمؤتمر. سلام عليكم، دبروا لي قميص. بس عندكم قميص؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يحيى لله يا يلدي، يحيى لله يحيى لله.
بدها تعلى بدها تطير وتشيل الزير من البير، بدها تعلى بدها تطير وتشيل الزير من البير. يحيى للهلا يحيى للي، يحيى للهلا يحيى للي، يولا لا لا يولا لا يا لولا لا لا يولا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 خمير ولا له فطير كسب القمح ونسي الشعير، لا له خمير ولا له فطير كسب القمح ونسي الشعير. يهيا للهلا يهيا للي، يهيا للهلا يهيا للي، يهيا للهلا يا للهلا يا للهلا يا للهلا.